الرئيس السيسي يؤكد أن مصر تتمتع بسوق كبيرة وبوابة لإفريقيا والشرق الأوسط. شكري يتوجه اليوم إلى بروكسل رئاسة وفد مصر في اجتماع مجلس المشاركة المصري الأوروبي. التحالف العربي يحذر من انهيار هدنة الحديدة حال استمرار خروقات ميليشيات الحوثي. الثانية عشرة بتوقيت غرينتش، موجز لأهم وآخر الأنباء يأتيكم من القاهرة، أهلا بكم. أكد الرئيس السيسي أن مصر ترتبط بعلاقات سياسية خارجية متوازنة مع كافة دول منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن السوق المصرية كبيرة وتضم 100 مليون مواطن، بالإضافة إلى أن مصر بوابة للدول الإفريقية. جاء ذلك في تصريحات نقلها المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي عقب لقاء الرئيس السيسي اليوم مع 16 من كبرى الشركات النمساوية العاملة في مصر، بالإضافة إلى عدد من رجال الأعمال المصريين أعضاء مجلس الأعمال المشترك بين البلدين، حيث استعرض الرئيس خلال اللقاء فرص الاستثمار التي تتمتع بها مصر خلال الفترة الحالية والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتسهيل مشكلات المستثمرين الأجانب، إضافة إلى استعراض المشروعات القومية. يغادر وزير الخارجية سامح شكري اليوم العاصمة النمساوية فيينا، متوجها للعاصمة البلجيكية بروكسل لترأس وفد مصر في الاجتماع الثامن لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي المقرر غدا. صرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع يستهدف مواصلة الحوار بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز واستكشاف أوجه تعاون جديدة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، فضلا عن تقييم التقدم الناتج من تنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. حذر تحالف دعم الشرعية في اليمن من انهيار هدنة الحديدة إذا استمرت خروقات الميليشيات. قالت مصادر يمنية إن الميليشيات الحوثية قامت بقصف مستشفى في الحديدة والعديد من المصانع بقذائف الهاون والصواريخ، وتمت الإشارة إلى أن الهجوم خلف دمارا هائلا، واعتبرت المصادر أن استهداف البنية التحتية الإنسانية والاقتصادية يظهر أن توقيع الميليشيات على اتفاق السويد لم يكن إلا هروبا من الضغط العسكري المتواصل الذي فرضته القوات اليمنية. أكد لقمان فيل المتحدث الرسمي باسم الرئيس العراقي برهم صالح أنه لم يتحدد بعد الموعد الخاص بالزيارة للعاصمة السورية دمشق، وقال إن الرئيس العراقي يتواصل مع كافة دول الجوار وأجرى زيارات إقليمية عدة، مؤكدا أنه لم يتقرر بعد الترتيبات الخاصة بزيارة دمشق. يذكر أن وسائل إعلام نقلت عن مصادر دبلوماسية عراقية القول إن هناك زيارة رسمية مرتقبة للرئيس العراقي خلال الأيام القادمة لدمشق. اخترق قراصنة شبكة الاتصالات الدبلوماسية التابعة للاتحاد الأوروبي على مدار 3 سنوات، وسرقوا الآلاف من البرقيات التي تكشف المخاوف الأوروبية بشأن إدارة الرئيس الأمريكي ترامب والصراع للتعامل مع روسيا والصين والمخاطرة باحتمال أن تعيد إيران العمل بالبرنامج النووي. وفي إحدى البرقيات وصف الدبلوماسيون الأوروبيون اجتماعا بين الرئيس ترامب مع نظيره الروسي بوتين في هلسنكي بفنلندا بأنه ناجح على الأقل بالنسبة لبوتين. موجز الأنباء انتهى، وللمزيد من الأخبار تابعوا الموقع الإخبارية extranews.tv. شكرا جزيلا لكم.